السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. خوتي خواتاتي المشاهدين ديالي، جيت معكم اليوم الواحد العشبة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، واحد العشبة زوينة 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 بزاف بزاف. وراه ديجا درتها معاكم ماسك جميلي وماسك للشعر، كنديرها معكم. دخلوا راجعوا القناه معايا دوك المشاهدين ديالي. جيت معكم لهاد العشبه التغذيه، ثلاث تغذيه هذه المشاهدين ديالي. يا سلام، زوينه زوينه بزاف، كتحرق الدهنيات، زوينه المالين السكر، كطيح الضغط الدم، زوينه للضغط، زوينة بزاف ومقوية، زوينة زوينة لهشاشة العظام، كتساعد في الإمساك، كلشي المشاهدين ديالي. هاد العشريبة كاين فيها كتقوي العضلات، كدير النومو، كتهد الأعصاب، زوينة بزاف بزاف بزاف. هاد العشبة هادي المشاهدين ديالي زوينة بزاف بزاف بزاف. هاد سيرتو المشاهدين ديالي، أنا درتها جربتها، علاش أنا جيت معكم في رمضان باش تاكلوها، تعودو تاكلوها في رمضان بزاف بزاف بزاف. راه زوينة بزاف، راه إلا كلتيها راه كأنك كلتي شي حاجة اللي هي مهمة، حتى شي حاجة ما تضرك. هما المشاهدين ديالي، هادي غتهزو منها معلقة، ثلاثة المعلقات بحال هادو، وعاد ديروهم في الكاس. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، وديروها في الكاس وحويو عليها شوية الماء ولا شوية الزهر ولا شوية الحليب ولا اللي عجبكم، هي تدوز مع كلشي. ولا العصير، ملي ديرو العصير ديال خزو، ديال التفاح والبنان، ديال الحامض، المهم تبارك الله وما شاء الله، راك كلشي كتصنعوا العصيرات في البيوت ديالكم طبيعيين بالحق. ما ديروش شي عصير، ما ديروش شي عصير اللي هو معلب، كلشي اخوتي اخواتاتي الطبيعي. والله العظيم المشاهدين ديالي، زينا الروماتيزم، زينا الليفاغيز، زينا الصداع الركابي، زينا كلشي. هاد العشبه هاد، هاد العشبة الذهبية، هاد العشبة الملكية، هاد العشبة يا سلام، اللي هي كلشي تبارك الله تداوي. وعادو تعودو تشربوها، بغيتو ديروها في العصير ديروها، بغيتو ديروها في الحريرة معلقة قد هكا ديروها، بغيتو تشربوها مع أتاي ديروها، وتسفوها مع الحريرة تسفوها، وتسفوها مع الماء سفوها، باش ما ديروها في الماء وتخويو عليها الماء وتشربوها، شربوها كيما درتو. الطريقات الاستعمال ديالها راه نافعه 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 المشاهدين ديالي بزاف 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 بزاف. تابعوا معايا مزيان، هاد وزينه للشوف كتقوي من النظر، زينه للجسم كله، بحال الصداع ديال المصارن الا كيضروك المصارن ديالك، ولا المصران، ولا عندك القبط، ولا راه ما تحيدش، ما تمشي، ما تجي مع الامساك. اللي عنده القبط راه ما يبقاش ليه، راه زوينه بزاف 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 بزاف. وما كايناش عندنا، هي كتجينا من برا. هادي هاد العشبه المكرمه المركزه، هاد العشبه الغاليه، هاد العشبه الشفاء، عشبه الشفاء هي هادي. وتابعوا معايا المشاهدين دابا، وراه زوينه قسما بالله، الا كتاكلوا هادي راه مكمله غذائيه، وراه فيها حتى الكولاجين، كدير الكولاجين في الذات ديال بنادم، الكولاجين في الجسم ديال بنادم. والدراري الا كيلعبوا الكره واللي كيتريني في لاصال، راه يا سلام، راه زوينه، راه مقويه الجسم، وفيها ديجا ماده الكولاجين، راه تدار حتى الماسكات، راه الماسكات درتهم معكم،
دابا انا كناكلها حاليا في هذا رمضان ملي دخل رمضان المشاهدين ديالي اقسم لك بالله الا تناكلها. راه ما تناكلش الماكله بزاف وكنحس براسي تنضل شبعانه وكنحس براسي قويه وكنحس براسي انا دابا درتها وجربتها وانا نقول بالك علاش ما نجربهاش مع المشاهدين ديالي. علاش والله العظيم انا راه ما كنديركم الا مجربه. انا شربتها على حساب الكرش ديالي باش ما تضري مع الدهنيات وداكشي وكتحيد الكرش. راه ما تتحيدش ما تتخليش الكرش وكتحيد تزيد زيادات تنقص زيادات الوزن وكتحيد السموم من الكرش من الجسم كله وكتحيد الشحوم وكتحيد كلشي. يا اخواتي اخواتاتي المشاهدين ديالي تابعوا معايا وديروا هاد الطريقه اللي درت لكم واحتفظوا على هذه راه موجوده عند العطارين. غير نتوما الله يسهل عليكم الا بغيت تشريوها شريوها هي تكون فيها البيوض ديالها. شتيها كتكون فيها البيوض ديالها هادي كتكون فيها البيوض ديالها. وها نتوما المشاهدين ديالي نقول لكم هاد العشبه سميتها ولا لا؟ هادي المشاهدين ديالي بوضو الشيا بوضو الشيا هاني قلتها. ولا بغيتو تشريو بودور الشيا شريو هادي اللي فيها هاد البيوضيه راه فيها الانواع فيها البيضه فيها واحده اخرى كتكون قري فيها هادي فيها بزاف. هادي هي بودور الشيا الحقيقيه الاصيليه الزينه هي هادي. انا جايبها من برا انا راه ما نشدي لكم العشوب الا ما كنت موثقه منه. انا راه صنعتي العشوب وخدمتي العشوب النباتيه. انا كل شيء عندي في الدومين ديالي العشوب النباتيه منتوجات النباتيه كلها هي الحاجه اللي كتنبت انا راه ديالتي. وانتم المشاهدين ديالي تابعوا معايا وما تبخلوش المشاهدين على هاد الشربه هادي. وديروها في الحريره ديروها وتهزوا زيت الماء وتخلطوها مع الحريره تقرب الطيب بالحق الحريره ملي تقرب الطيب الحريره البيضه هزوا جوج معايا قولا ثلاثه خويهم فيها. وما نسمح لكم التعاليق عندكم كل شيء عندكم ردوا عليا الخبار المشاهدين ديالي وشوفوا سميتو اشنو طرا لكم. والله الامساك الكرش تقوي الجسم الدماغ شو النظر ضغط الدم تتحيد مرض السكري الدم ديال تتحيد السكر من الدم كتشافي السكر من الدم. هذه بودر الشيا. وانتم المشاهدين ديالي اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. وانتم المشاهدين ديالي تابعوا معايا وديروا الجيم وديروا ابوني وديروا تشعيل الجرس صالح ليا وصالح لكم وليداتي بنياتي المشاهدين ديالي المشاهدات تاعي داخل الوطن وخارج الوطن. تابعوا معايا رانا غادي ندير لكم منها زيت. هادي عندي لكم منها زيت للتجميل والشعر والجسم. هاد الايام في رمضان عندي لكم زيت بودور الشيا الماسك راه درتو ديال الشعر وديال الوجه راه درتو. ودابا المشاهدين ديالي درت معاكم الفوائد ديالها ودابا المشاهدين ديالي تابعوا معايا عاد ندير لكم زيت بودور الشيا. ها الربح ها الشفاء ها المكمل الغذائي ها هو جبتو لكم وراه ما غالياش. ها هي المشاهدين ديالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.